حاجه كنبينو لجميع اللاعبين على روحهم الايجابيه اللي بينوا عليها في هذه المقابله. كانت مقابله شيقه صراحه، واخا كان الجو شويه حار ولكن اللاعبين كانوا عازمين باش يحققوا واحد ثلاثه النقاط اللي خلينا نمشيو في الترتيب مزيان. جينا مزيان، بغينا نكملوا مزيان. كنبغي نشكر جميع مكونات اولمبيك وليب كون، طاب تكنيك، جمهور اللي مساند الفريق في الشراء والضراء. كما قلت لك المقابلات كانوا فيها هجمات لا لينا لا لاتحاد طنجه، ضيعنا بزاف ديال الكواري. الحمد لله تسكى هذا الشيء واحد الاتصال اللي غادي يخلينا نلعبوا باريحيه ان شاء الله. شكرا.